من بين الصورتين دول نقدر نشوف تشينج كبير حصل في البيزنس بتاع الكوره. نقدر نشوف ان الكاميرات بقت احسن، الفرق نفسها بقت احسن، التكنيكس وازاي اللعيبه بيبداوا يتجهزوا للعبه بقت احسن. كمان البيزنس الفلوس بتاعته بقت اكتر، بقى فيه بيزنس اكتر، اللعيبه بقت امكانياتها اكتر. وده بالظبط لما يحصل تشينج في حاجه احنا نحبها. لكن كان بارل نفس التشينج ده حصل تشينج في اندستري ثانيه، وهي الاندستري بتاعت الثريت لاندسكيب او الاندر جراوند بزنس. فاحنا نلاقي 1986 كان اول كمبيوتر فيروس اتاك مايكروسوفت دوس، الناس يعني بتحط ده اول، وكان الهدف منه حاجه بسيطه جدا. هم كانوا اثنين باكستانيين، كان الهدف ان هم عندهم كمبيوتر ستور وكان بيبداوا يكتبوا بروجرامينج، يعني بيكتبوا بروجرامز، البروجرامز دي كانت الناس بتسرقها. فابتدوا يعملوا بس فيروس الهدف منه ان هو ينفكت البوت سيكتور بتاع الفلوبي ديسك اللي هو اصلا ما بقاش موجود دلوقتي. لكن في 2017 شفنا تشينج كبير جدا حصل في مجال الثريت ومجال المالورز، وشفنا المالورز قد ايه بقت فيري ادفانسد، وابتدينا نشوف وانا كراي اللي بيأتاك اكتر من 50 مليون اند بوينت اكروس العالم كله. برضو ما بين الصورتين دول تشينج كبير حصل. عشان كده بقى التايم والتشينج هما وجهين لعمله واحده. كمان التشينج اللي حصل في السايبر سكيورتي فيلد بقى ده ناتج، يعني اول حاجه هو دايناميك تشينج، دايناميك بيتغير على اساس حاجات دايناميك، مش تغيير ثابت. فنشوف ان الريجنال كونفليكتس الدول ما بينها وما بين بعضها، زي السبيكر اللي كان بيتكلم قبل البريك قد ايه الثريت قد ايه الثريت بقت ناتجه عن الكونفليكتس الموجوده. نشوف ان في الريجن بتاعتنا ما بين ايران ما بين كذا بلد ثانيه. كمان جوه البلد الواحده ابتدينا نشوف ظهور السيريان الكترونيك ارمي، ودي ثريت جروب بتاتاك البيزنس اللي موجود، بتاتاك الجفرمنتال بيزنس الموجود في سوريا. حاجه ثانيه، ده الشكل اللي احنا متعودين عليه، ده المفروض شكل الهاكر اللي الناس في السينما او متعودين على الشكل ده، ان هو الواحد اللي هو فيري تكنيكال مان، نو مور اباوت سكيورتي، نو مور اباوت ازاي باي باس الديفنسز. لكن الحقيقه ان ده ما بقاش كده، الحقيقه ما بقتش كده. ان دلوقتي بسبب ان التولز موجوده بقت مور افيلبل، اقدر اي حد اكسسبل، اي حد يقدر ياكسس التولز دي، فاي حد يقدر يستخدمها. ده خلى ان ممكن حتى التينز، حتى لو التينز بتوعنا ممكن يشكلوا مشاكل للبزنس. حاجه ثانيه، ظهور تكنولوجيز جديده زي الانترنت اوف ثينجز او الديف اوبس او السمارت سيتيز. التكنولوجيز الجديده دي خلت ان الطريقه اللي احنا بنعمل بيها البيزنس بقت طريقه مختلفه. فبقى السكيورتي فلوز الموجوده، المشاكل الموجوده بقت مختلفه برضو. ونقدر نشوف ان ده ما احنا مش بنبريدكت فيوتشر، ده اللي حاصل دلوقتي، ان في زياده في الاي او تي اتاكس اوفر ذان 200%. عشان كده نبدا نشوف ان في كذا بارامتر هو اللي بيتحكم في الثريت لاندسكيب، واكبر موتيفيتور هو الماني، ده جلوبال. عشان كده كان لازم نروح للثريت ريسيرش. والثريت ريسيرش مش بس بيزك ثريت ريسيرش، لا انا بتكلم على ادفانسد ثريت ريسيرش، ازاي الثريت ريسيرش فعلا يبدا يفيدنا بشكل ان احنا نبدا نحل المشاكل اللي فاتت ونبدا نمشي مع التشينج اللي حصل. بيزد على الانفايرمنت بتاعنا احنا ممكن كده نلخص الثريت ريسيرش في 4 نقط. اول حاجه انا محتاج ان انا ابدا من تحت لفوق، فروم نبدا من الاستادي، بعد كده بروتكت،
وده ما كانش بيحصل قبل كده. فأنا لازم أبدأ أستدي النيو تكنولوجيز الموجودة، لازم أبدأ أستدي الأندرجراوند بيزنسز، إيه الأندرجراوند الموجود دلوقتي، هل هم بيفكروا في إيه، هل هم ناويين على إيه، هل هم إيه التوجه بتاعهم. تاني حاجة بعد بيزد على الستدي بتاعي هبدأ أبريدكت الفيوتشر، أبدأ أفكر بيزد على الستدي دي، بيزد على الاي او تي، بيزد على ان انا عندي ديف اوبس وان انا دلوقتي بفكر في بطريقه مختلفه، ان انا بتعامل مع حد مختلف، مش بتعامل مع الاي تي مان، انا بتعامل مع الديفلوبر. ازاي ابدا اريدكت الفيوتشر اتاكس، ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل. بعد كده بعد ما عملت بريدكشنز هقدر اكون صوره كويسه عن الفيوتشر وابدا ارسم الديتكشن سيستمز. اهم حاجه ان انا يكون عندي ديتكشن، لان انا ما عنديش ديتكشن مش هقدر بروتكت. لازم افهم ان انا عندي بروبلم، وي هاف ا بروبلم ان احنا لازم نلاقيها. فبيزد على البريدكشن بالظبط زي السكر، وي هاف تيم، وي هاف المدير الفني ده بيبدا يفكر انا محتاج الفريق التاني ده هيلعب ازاي. فده اللي حصل، ان انا ابتديت اذاكر الفريق التاني اللي هو الاندرجراوند بزنس، ابتديت ابريدكت هو عايز يعمل ايه، وجوه الملعب او جوه الفيوتشر هبدا بقى ابص ازاي اديتكت الحاجات اللي انا كنت عملتها بريدكشن. لما يكون عندي بريدكشن كويس اند ديتكشن سيستمز، اي كان بروتكت ماي سيلف فروم ذا اتاكس ويتش ويل هابن ان ذا فيوتشر. ف بالبروتكشن احنا قلنا ان التشينج دي دايناميك، سو هي لوب هبدا امشي فيها ستيب باي ستيب ذن لوب اجين. واحنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي ترند مايكرو از فيندور اتشيفد الثريت ريسيرش. ترند مايكرو بيلد اور ريسيرش ارسنال اكروس ذا ييرز. سو لما ابتدينا كنا ابتدينا بال threats, vulnerabilities العادية اللي احنا متعودين عليها. بعد كده لما ابتدينا نشوف ان الفيوتشر في الاي او تي وفي الماشين ليرنينج، فابتدينا يكون عندنا ريسيرش اكتر في الاي او تي اند اندستريال اي او تي. وكان حاجة مهمة زي ما قلنا ان احنا نبدأ نبص للفيوتشر، فابتدينا يكون عندنا تيمز بهدف كل الفكرة فيها ان هي تبدأ تبص على الفيوتشر لاندسكيب. والهدف من كده ان احنا يكون عندي برودكت افكتيف، برودكت يقدر يتعامل في الفيوتشر مش يشتغل على البوينت اللي انا واقف عندها دلوقتي. اند بلس ان انا يكون عندي شيء ان اشير الانتليجنس، اشير اللي انا وصلت له مع الناس التانيين، اشير مع البابليك، ابدا اشير مع الفيندورز، عشان احنا مش كومبيتيتورز، احنا كلنا مفروض ان احنا نسكيور البيزنس من الهاكرز. نبدأ بأول تيم ريسيرش ترند مايكرو وهو فورورد لوكينج ثريت ريسيرش تيم، وهو تيم من بروفيشنالز اند بروفيسورز ان كوليدج بروفيسورز هاي تكنيكال بيبل، ذي ار لوكيتد ان ديفرنت بليسز. واحنا لقينا ان الفكره دي احسن بكتير، لان احنا بنؤمن ان كل ريجن هي ريجن مستقله عندها حاجه اسمها بيرسونا. البيرسونا ان التشينج اللي بيحصل في يوروب مش هو التشينج بيحصل في ايجيبت، مش هو التشينج بيحصل في يو اس. فلازم يكون عندي ثريت ريسيرش مختلف في كل حته، بيعتمد على اللوكلز او بيعتمد على الهلب من اللوكلز. الثريت الفورورد الاف تي ار تيم او الفورورد لوكينج ثريت ريسيرش تيم، اول حاجه اول اوبجكتيف عنده ان هو يبدا يستدي النيو تكنولوجيز لايك الاي او تي سيستم اند سمارت سيتيز اند ستارت تو بريدكت زي ما قلنا ايه الفلوز اللي بتحصل. فنقدر نشوف ان هو ابتدى يشير مع البابليك ان احنا بنشير الانفورميشن اللي احنا بنلاقيها ثرو البلوج بتاعنا. هنلاقي ان في بيبرز طلعت عن how to secure smart cities، واحنا شايفين دلوقتي smart cities ابتدت تبقى part of the game. كل الناس دلوقتي بتفكر ازاي يكون عندي smart city، ازاي كل حاجه عندي connected. تاني حاجه ان threat ان ال FTR team بيهتم بال underground business،
هو بيبدا يستدي الاندر جراوند في ديفرنت ريجنز، وكانت من الريجنز المهمه جدا هي المينا ريجن، ميدل ايست اند نورث افريكا ريجن. وايه اللي لقيناه؟ احنا طلعنا تو بيبرز عن المينا ريجن، تقدروا تقروهم برضو ثرو ترند لابس. واللي لقيناه كان ان في كل حته في العالم الهاكرز او الاندر جراوند بزنسز بتعتمد بشكل اساسي او بتدور بشكل اساسي على الماني، ان انا عايز ابيع تولز، عايز ابيع حاجات offerings مختلفه، عايز ابيع مثلا سكادا بوردز. لكن في اول ريجن كانت الدنيا مختلفه شويه، كانت الدنيا هي spirit of sharing زي ما احنا شايفين كده، ان انا ما عنديش مشكله طالما ان انا اقدر اساعد الهاكر. الهاكر بيبدا يشوف الناس اللي حواليه لو هم من نفس الكالتشر او من نفس الايديولوجي يبداوا يساعدوا بعض. فنلاقيهم مثلا بيشيروا حاجات فور فري، زي هنا ناس حد مشير سكادا بوردز، بيشيروا سبامينج تيم، سبامينج تول. فهم بيشيروا لان هم عندهم سبيريت اوف شيرنج، طالما انا اللي انا هشير معاه ده عنده نفس الكالتشر او نفس الايديولوجي اللي عندي. ايه اللي موجود في الاندر جراوند، المينا اندر جراوند؟ اكتر حاجتين هما كانوا المالوير والفيك دوكيومنتس، ف 27% مالوارز. وكان نقدر نشوفهم هنا حاجات زي كده، وانا لقيت دي حاجه ظريفه جدا. حد كان مشير شهاده ميلاد مصريه، تقدر تغير فيها الاسم، تقدر تغير فيها تاريخ الميلاد، تقدر تغير فيها كل حاجه انت عايزها، فيك دوكيومنت. بس انا دلوقتي لازم ابدا افكر، ده اللي حاصل دلوقتي، انا عايز ابدا افكر في الفيوتشر. فمن خلال دراستنا للمينا ريجن اكتشفنا ان هم ابتدوا الفتره دي يدرسوا كتير حوالين الكاميرز، از ان هي بوينت مش كل الناس بتهتم بالسكيورتي بتاعتها. فنتوقع يكون في اتاكس كتير على الكاميرز الفتره اللي جايه. وفي دراسه لسه عاملينها من قريب، من سبتمبر الشهر ده، كنا نعمل IoT interest، ازاي الاندرجراوند بيزنسز المختلفه اكروس العالم كله بيبدا يبص على IoT. وكان الارابيك اندرجراوند او المينا ريجن اندرجراوند كان ليهم دور، بس كانش لسه هم ابتدوا يلاقوا حاجه فعلا يشتغلوا عليها. هم كانوا بيبتدوا يكون عندهم interest ان هم بس بيشيروا الانفورميشن، زي ما احنا ابتدينا يكون عندنا interest as businesses، ان احنا يكون عندنا interest في الIoT. هم برضو ابتدوا يتحركوا مع البزنس ويبداوا يفكروا. فاحنا لازم نكون مستعدين للخطوه زي دي. وبكده نبدا نقارن الجلوبال موتيفيتورز واور ريجن موتيفيتورز. فاحنا زي قلنا الجلوبال موتيفيتورز هو الجير الكبير، الجير اللي بيحرك الاندر جراوند بزنسز هي الماني، لكن في حاله المينا ريجن هي الكالتشر والايديولوجي، هي بسبب الكونفليكتس موجوده، كونفليكتس كتير. فانا لما بلاقي حد الكالتشر بتاعته زيي فابدا اشير معاه الاتاكس اللي انا عايز اعملها. تاني حاجه كانت الفولنربيلتي ريسيرش، واحنا قد ايه مدركين ان الفولنربيلتي دي بقت بارت اوف ذا جيم، او هي تعتبر من اهم البوينت اوف انتريز الموجوده اللي احنا بنقابلها في في السكيورتي وورلد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فنقدر نشوف قد ايه الفولنربيلتيز زادت اكروس التو هافز اللي عدوا. عشان كده ترند مايكرو كان عندها الواي، وهو زيرو داي انيشيتيف تيم، زي دي اي تيم، واحد من اكبر ليدر في السايبر في الفولنربيلتي ريسيرش. ابتدينا نشوف ان احنا زي دي اي بيديسكفر مور ذان 60% of the discovered vulnerability across the world. ده كان 2017، لكن نبدا نبص على 2018 السنه اللي فاتت، حصل جروس اكتر من 40%. فبقينا بنشير more than 70% of the discovered vulnerabilities، وده بيدي trend micro customers 72 days security قبل ما الباتش ينزل. يعني ناخد مثال كده، دي vulnerability كانت موجوده في المايكروسوفت اكشينج سيرفر،
هنشوف ان هي اتبابلشد في شهر نوفمبر، لكن هي موجودة على ZDI بلوج من شهر جون، فقبلها بثلاث شهور. فمين هما ZDI؟ ZDI is one of the big bug bounty project. نعتمد على الـ trend micro researchers and also بنشجع الـ independent researchers اللي هما يبدأوا يشيروا الـ findings بتاعتهم with prizes، ودي من خلال ZDI blog. and احنا عندنا conference بيتعمل كل سنة في فانكوفر اسمه Bone to Own. السنة دي كانت سنة special جدا، كانت عندنا واحد من أكبر الأوتوموتيف مانيفاكتشرر تسلا، ودي إنسايتس من الكومبيتيشن. في الكومبيتيشن دي تسلا حطت البرودكت بتاعها الأوتوموتيف العرق الكار، وابتدت تقول فين الفولنربيتيز موجودة، وإحنا اكتشفنا أكتر ثلاثة فولنربيتيز في التسلا كار. وعايز اقول ان الفريق الكسبان حصل اخذ العربيه، اخذ عربيه تسلا بلس البرايزز اللي هو اخذها، كانت سبيشال يير. ده احنا بنتكلم دلوقتي عن زيرو داي فولنربيتيز، لكن بنتكلم في حاجه تانية اللي هي الان داي فولنربيتيز. حد عارف ايه اللي هي الان داي فولنربيتيز؟ حد عنده انسايت كده؟ ان داي فولنربيتي، الان داي فولنربيتي هي ان انا يكون عندي فولنربيتي وفعلا ديسكلوزد، بس الباتش لسه ما نزلش بتاعها، او الباتش لسه نزل او نزل، بس انا كسيستم او كبزنس لسه سكيورتي انجينيرز بتوعي ما حطوش الباتش او ما ابلايش الباتش على السيستم بتاعي. فترند مايكرو اهتمت ان يكون عندنا ان داي فولنربيتي ريسيرش، فعملنا تيم جديد في تورونتو في كندا. الهدف منه ان هو يبدا يشتغل على واحده من اكبر التكنولوجيز الموجوده اللي بتعملها ترند مايكرو، وهي الفيرتشوال باتشنج. باختصار الفيرتشوال باتشنج هو انا لو عندي باتش، لو عندي فولنربيتي ديسكلوزد، ده التايم لاين بتاعي. At the first point هنا يبقى الـ vulnerability disclosed لحد لما الباتش ينزل، بعد كده أتست الباتش، وبعد كده أخلص البروسيس. فهي بروسيس طويلة، وفروم إن أنا لقيت الـ vulnerability لحد لما أخلص الباتش أنا لسه under risk، لسه ممكن يحصل علي أتاك خلال الفترة دي. لكن لو فكرنا بشكل مختلف، أو لو احنا ابتدينا ان بعد ما الفولنربيتي حصل لها ديسكلوجن، ان احنا نبدا نذاكر الفولنربيتي دي، نبدا نريسيرش الفولنربيتي، ونبدا نفهم ايه هي، ونبدا نابلاي فيرتشوال باتش رولز بنستخدمها بعد ما عملت ستادي للفولنربيتي، وابتدينا ابلايها من خلال سكيورتي، من خلال ترند مايكرو، او من خلال ترند مايكرو برودكت ديب سكيورتي، ان انا احط بعد الفتره دي ان ابدا احط الفيرتشوال باتش بتاعي. يبقى انا بقيت سكيورد خلال الفتره دي كلها من الفولنربيتي انتل ان انا ابدا احط الباتش بتاعي. يبقى هو ده الفيرتشوال باتشنج. تمام كده احنا غطينا الزيرو داي فولنربيتي، غطينا الان داي فولنربيتي. لكن المالور مالوير ريسيرش حاجة مختلفة تماماً عن فولنربيتي ريسيرش. ليه؟ لأن ببساطة نقدر نبص كده على الفايندينجز اللي احنا من ترند لابس لقيناها عن ايجيبت. هنلاقي ان في كوارتر 1 كان في اكتر من 80,000 مالوير بيأتاكوا ايجيبت في كوارتر 1 بس، وصل بعد هاف 1 ل 180,000. ده بالنسبة للمالوير ديتكشنز. بس بالنسبة للنيو بلاير زي الموبايل مالور، ان احنا دلوقتي معظمنا بيستخدم موبايل في البزنس، معظمنا بيستخدم الاوتلوك على الموبايل، معظمنا بيعمل بزنس كولز،
فالموبايل مالويرز بقى ليه اهميه كبيره دلوقتي. فابتدينا نشوف ان في كوارتر 1 عدد يونيك موبايل مالويرز عدى ال 200,000، وبعد هاف 1 وصلنا اكتر من 500,000. فبليز تشيك معايا كده، Do you have one of these applications in your phone? It's okay. مفيش مشكلة. Please check if you have this package, malicious package, and لو معاك عندك الباكج دي ومعاك الابليكيشنز اللي كانت موجودة قبل كده. أنا هسيب وقت. السلايد اللي قبلها. على فكرة الابليكيشنز دي مش malicious، بس هنقول دلوقتي هي ليه احنا محتاجين نبص عليها، ولما نربطها بالسلايد اللي بعدها هيبان عندنا ايه اللي حصل. ده لوجو عادية جدا لابليكيشنز منتشرة، لكن لما تكون موجودة وتكون معها malicious packages دي، فده اللي اكتشفته تريند مايكرو في جون في شهر 6 2019. اكتشفنا ان في كامبين بتحصل في الميدل ايست، كامبين اوف موبايل مالويرز. بالظبط هي الابلكيشن اللي احنا شفناها دي، لكن بيكون الانستوليشن ما حصلش من خلال الابل ستور، ما حصلش من خلال الاندرويد ستور او جوجل بلاي او وات ايفر، اللي هو لكن بيبقى عن طريق ان انا حد بعت لي URL، او يعني بطريقه ما ان انا ابتديت اكليك على URL، بعد كده الماليشيوس اي بي كي نزل على الموبايل بتاعي، وزي اي مالوير بيبدا ينستول اتسلف، وبعد كده هو بيعمل ايه. بعد ما عملنا اناليسز للمالوير اكتشفنا ان هو بي ريكورد فويس، بي ريكورد فيديو، بي ستيل انفورميشن، بيقدر ينشيت كولز. ف لو انا شاكك، لو انا عندي ابلكيشن من دول وما نزلتهمش من خلال الستور وعندي الباكج دي، يبقى انا ممكن اكون بارت من الكامبين اللي اسمها باونسينج جولف او جولف سباي، اللي ديسكفرد باي ترند مايكرو وكانت بتاتاك الميدل ايست. تمام؟ لكن ازاي ترند مايكرو قدرت توصل لكامبين زي دي، او ازاي قدرت نوصل لمالوير زي ده من خلال بس، هل اقدر اعتمد على بس ريسيرشرز في الموضوع ده؟ لا. كنا محتاجين سمارت واي ان احنا نبدا نتعامل في المالوير ريسيرش، وهي ان انا بستقبل كل يوم اكتر من كل سنه اكتر من 3 تريليون ثريت كويريز. زمان كان الفايل يا اما بلاك يا اما وايت، يعني دلوقتي الفايل ممكن يكون جراي، انا مش فاهم هو وايت ولا بلاك. ببدا اكولكت الكويريز دي وابدا ايدنتيفاي هل هم بلاك وهل هم وايت، بيزد على حاجتين. بيزد على اول حاجه ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس، تاني حاجه ان انا برضو لازم اعتمد على الهيومن واشوف الريسيرشرز واخد راي الريسيرشرز بتوعي، ومن خلال الفيدز من الريسيرشر او الريزلتس طالعه من الماشين ليرنينج ببدا اعرف ايه اللي انا ايه ان ده بلاك او وايت، وبرجع تاني بقول للورلد ان دي كامبين اسمها كذا، ده اتاك كذا، او ده مالور اسمه كذا. بعد ما ربطنا كل اللي فات بعده، احنا اتكلمنا عن الفلنربيتي ريسيرش زيرو داي وان داي، اتكلمنا على المالوير ريسيرش، واتكلمنا على الفورورد لوكينج ثريت ريسيرش. لازم يكون ما بين دول كلهم يكون في هارموني، لان لو كل تيم اشتغل لوحده مش هنقدر نوصل اللي احنا عايزينه. فترند مايكرو حطيتهم كلهم تحت ترند مايكرو ريسيرش، وابتدينا يكون في زي الاورجانيزيشن او الفكر بتاع الريسيرش او ثريت ريسيرش ترند مايكرو، واللي اتبنى اكروس ييرز، اكروس 30 ييرز اوف اكسبيرينس.
لازم نكون جاهزين للتشينج، لان اي تشينج بيحصل ده بيساعدنا ان احنا نجرو. ثانكس. questions. طيب بص، هو في عندي سؤال بس بخصوص ال الان باتش او الان دي فولنربيليتي. تمام. اوكي، ليتس اسيوم ذات ان احنا ما في ما يعني الفولنربيليتي نفسها ديسكلوزد، تمام، بس الفندور لسه ما عملهاش باتش، ما فيش باتش طلع. وبالتالي انا الاوبريتنج سيستم اللي عندي هو نوت باتشد بالنسبه للفولنربيليتي ديسكلوزد دي. تمام. تمام. ازاي بقى ترند مايكرو قدرت ان هي تعمل حاجه اسمها فيرتشوال باتش، ان هي بتقفل الفولنربيليتي اللي موجوده دي مع انها اصلا هي مش باتشد؟ تمام. انا سؤال حلو جدا. انا ببدا بعد ما يحصل ديسكلوزد او يبدا حد يقول ان في فولنربيليتي في الحته دي، ترند مايكرو بتبدا من خلال الريسيرش بتاعها، وبالظبط في تورونتو في كندا، بنبدا نعمل اناليسز ونبدا نشوف الديفرنسز والفولنربيليتي دي فين بالظبط، وبعد كده بنبدا نفهم ايه الاكسبلويتس ممكن يحصل عليها او ازاي بيحصل لها تريجرنج، وبنبدا نكتب زي رولز. الرولز دي بتبدا تعمل لي زي فيرتشوال باتش، كاني بغطي الفولنربيليتي دي لحد لما يحصل الباتش او لحد لما بنزل الباتش. تمام. انا كده ده سؤالك. لحظة. بقول لحضرتك، هو اكشوال ما فيش زيرو دي فولنربيليتي في اي حاجه، انت ازاي بتضمن لي ان انا يبقى عندي زيرو دي فولنربيليتي؟ يعني اكشوال ما في، لا، هو اي ابلكيشن معرض ان يكون فيه بج، بغض النظر عن ان هو مع يعني الديفلوبر مش بيعملها انتنشن، يعني بيعملها عن غلط، وفي ناس بتبدا ديسكلوز بقى الفولنربيليتي، تبدا تقول ان في فولنربيليتي، تبدا تقول ان في حته هنا لو عملنا مثلا نقدر ريموت نعمل كود اكسكيوشن ريموتلي. فانا عايز افهم السؤال اكتر. السؤال، انت بتقول ان انتوا شغالين على حاجه اسمها زيرو دي فولنربيليتي، صح؟ زيرو دي، احنا شغالين دي عن الان دي فولنربيليتي، احنا زي دي اي شغالين على زيرو دي فولنربيليتي. طيب اوكي، ازاي بقى؟ ازاي ببدا اشتغل على زيرو دي فولنربيليتي؟ ازاي هيوصل للزيرو دي؟ مفيش حاجه اسمها زيرو دي فولنربيليتي اساسا، اكشوال مفيش حاجه اسمها زيرو دي فولنربيليتي. مفيش حاجه اسمها زيرو دي فولنربيليتي؟ مفيش ابلكيشن بروتكتد. حلو جدا. انا قصدك ان انا ما اقدرش ابريدكت للزيرو دي فولنربيليتي. تمام، ده بالظبط زي ما انت قلت، لكن انا اقدر ابدا افكر بطريقه مختلفه، ان انا هيكون عندي ابلكيشنز بتنزل كل يوم. كل يوم في باتشز بتنزل الابلكيشن، في كل يوم بينزل ابلكيشن جديد، ببدا امسك الابلكيشن ده واعمل له ريفرس انجينير. بعد ما اعمل ريفرس انجينير للكود ده، ببدا انا كترند مايكرو اديسكفر فولنربيليتي. فانا اكون برو اكتف، انا اكتشفت الفولنربيليتي قبل ما اتكر يلاقيها. يبقى انا كده ابتدي ابريدكت الفولنربيليتي قبل ما اتكر يبدا يلاقي الفولنربيليتي دي. في حد عنده سؤال؟ معلش، بس كنت حابب استاذن حضرتك ان انت ترجع للسلايد بتاعه المالوير، الموبايل مالوير. الموبايل مالوير؟ اوكي. تمام. حضرتك هنا في بس نرجع بس للسلايد اللي فاتت دي، حضرتك مثلا في الماليشيوس باكجز دي، هي بتباي باس البرميشنز اللي اوريدي بتاخد اجريمنت من اليوزر ولا لا؟ بتباي باس ما هي اول حاجه هي بتستغل ان انت بتنزل الفولنربيليتي، بتنزل المالوير ده وانت مش واخد بالك. اوكي. اليو ار ال ده. تمام. بعد كده هي مش زي اي ابلكيشن بينزل على الموبايل بتاعي، بيطلب مني بيطلب مني في الاول بيرميشن، يعني مثلا انفورميشن يقدر ياكسس عليها. تمام. خلاص، هو ده نفس الفكره، ان هو بيبدا ينستول نفس، بعد ما انا دوست على اليو ار ال يبدا ينستول نفسه على الجهاز بتاعي. بعد كده بيبقى هو بياخد الاكسس دي او بيعمل زي اليفيشن
للبريفج اسكيليشن. يعني هو هنا يعني معلش انا اسف بس هو بي ريكواير اليوزر اجريمنت ولا لا؟ لا مش بيطلب اكسس. لا لا انا بتكلم في انا مثلا انا مثلا نزلت الموبايل ابلكيشن ده من على الستور تمام. بعد كده بعد ما عمل انستوليشن بدا يطلب مني بيرميشن على حاجات معينه اكسس مثلا الاستورج النتورك البلوتوث وهكذا. تمام ماشي. انا بفرض مثلا ان انا منزل ابلكيشن ده بيعمل مثلا ريكورد الفيديو او وات ايفر. فهنا مثلا مالوشس باكج دي هل هي مثلا بتكون ديبند على اليوزر اجريمنت الاولانيه ولا لا؟ بتكون معتمده على اليوزر اجريمنت اللي حصلت لما حصل انستوليشن. اوكي بس ده بيبقى انستوليشن مش من الستور ده من انا فاهم انا فاهم الجزئيه دي. بفرض ان انا ما اديتلوش البيرميشن ده هاي باي باس ده ولا لا؟ مش هاي باي باس ده. اوكي وبرده فور مور انفورميشن عن المالورز ده او عن الكامبين دي تقدر okay. تزور ترند لابس وسيرش عن باونسينج جولف هتلاقي كل الانفورميشن وهتلاقي كل الاي او سيز لو حد عايز يعمل مور ريسيرش في البوينتس دي. تمام اوكي شكرا. في حد عنده سؤال تاني؟ معلش سايت ترند لابس ولا ترند لابس دو ترند مايكرو يو كان فيزيت اور بوست ويعنديك ال تمام. في سؤال ورا من الريسيرش اللي بتعملوها بتلاقوا اي فورنابيليتيز اكتر في الفاينانشال ابلكيشنز ولا في كاتيجوري اكتر بتلاقوا عليه الفورنابيليتيز؟ بس المايك لحظه كنت بسال اذا كان في لما بتعملوا الريسيرش عندكم بتلاقوا فورنابيليتيز اكتر في مثلا فاينانشلز ابلكيشنز ولا كوميونيكيشن اكتر في كاتيجوري اكتر من الثاني بتلاقوا فيه الفورنابيليتيز اللي بتلاقوها في ترين مايكرو؟ معظم بالنسبه للزي دي اي فهم شغالين على الزيرو داي فولنابيليتيز وهم بيبداوا يبصوا على الابلكيشنز المور بوبولار مش بنركز على الابلكيشنز العاديه ممكن مثلا نركز على مايكروسوفت ادوبي ديفرنت ابلكيشنز فمش بنركز على السيكتور Okay. لكن مركز على الـ popularity بتاعت قد ايه عشان انا مثلا لما الاقي vulnerability في application بيستخدمه مثلا 2 او 3 businesses غير لما الاقي اشتغل على application كل الديجيتال وورلد بيستخدمه او معظم الديجيتال وورلد بيستخدمه. لكن بالنسبه لزي دي اي فاحنا بكره ان شاء الله هيكون في المانجر زي دي اي مانجر هيكون موجود حضرتك تقدر تساله كل اسئله regarding اي حاجه عن الفولنابيليتي. اوكي تمام. طب سؤال تاني معلش اتفضل. في اي فيك انجكشن او يو ار ال انجكشنز بتحصل في الابلكيشنز عشان تطلب مثلا بي اي ايز من اليوزر ما كانتش موجوده قبل كده ولا هي بتبقى فولنابيليتيز تارجتنج مثلا اكسس بريفليج اسكيليشن ولا مثلا اكسس يعني مثلا فيك فورم انجكت مثلا في ابلكيشن بتاسك بيرسونال انفورميشن بالنسبه للزي دي اي وبالنسبه للان دي بنبدا نركز على اي فولنربيليتي تقدر تعمل ريموت كود اكسكيوشن. اوكي وات ايفر بقى هل هي بتاخد بريفليج اسكيليشن هل هي بتقدر تديني بس الاكسس او الكنترول بتاع اليوزر اللي انا بقدر اتاكه ده. لكن في النقطه دي بنركز على ان انا اقدر اعمل ريموت كود اكسكيوشن. تمام اوكي alright شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ شكرا.